شكرا بعد الموقع ديال نوفو سيتي، لانه هو الرسول عندنا في الدريوش، وهو اللي كيعطي الاخبار ديال اقليم ابناء الدريوش. اليوم كانت زياره تفقديه من رئيس المجلس الاقليمي الدريوش للمركز ديال تصفيه الكيلي بنادار. السبب ديال الزياره، اولا احنا كنعتبروا راسنا كشريك للجمعيه ديال تصفيه الكيلي، لانه العمل اللي كديروا الجمعيه عمل تطوعي وعمل جبار وعمل كيعود بالنفع على المرضى ديال المنطقه. بالامس سمعنا بانه كانت هناك شكاوى من بعض المرضى بانه المركز لا يؤدي الخدمات على الطريقه اللي معهود بها كيؤدي بها. درنا اليوم زياره رفقة بعض الاخوان المسؤولين ديال الجامعات، شفنا بانه المركز يعني في احسن الظروف ديالو، كعادة المركز وكعادة الجمعية العمل فيه يعني مستمر، الخدمة الطبية تؤدى على الشكل المطلوب. بعض المرضى هضرت معهم وتناقشت معهم، لقيت بانه كيستافدوا حتى بالادويه، كيستافدوا بالعنايه، الجمعيه كتادي لهم حتى الدواء، لانه المفروض انه وزاره الصحه هي اللي خاصها تقتنيه. هنا من هذا المنبر اقول بانه على وزاره الصحه ان تكافئ هذا المركز وان تعطي لكل ذي حق حقه. المركز اللي كيادي خدمات الجليله لاكثر من 90 مصفي، هذا ناهيك على العدد اللي كيجيو، هذا ناهيك على العدد اللي كيكونوا يعني كيجيو في الوقيته ديال الصيف ديال ابناء الجاليه ولا بالنسبه للمره. المركز كيدير خدمه اللي المفروض انه ديرها وزاره الصحه، ولكن ما كيتلقاش الدعم الكافي من الوزاره وما كيتلقاش الاطر الكافيه. وهنا في هذا الصدد هذا انه اشكال اللي خاصو يتعالج هو اشكال حقيقي ديال التواصل مع ما بين الجمعيه والرئيسه ديال المركز والطبيبه ديال المركز. هنا ضروره التدخل ديال المدير الجهوي لوزاره الصحه باش يحل هذه المعضله هذه، لانه اذا كان عدم التواصل وعدم التوافق في هذا الاطار هذا، راه المريض هو اللي غادي يعني يكون ضحيه. وفي نفس الوقت اقول بان وزاره الصحه المفروض تعطي واحد الوسام ديال الشرف والاستحقاق لهذه الجمعيه اللي كتقوم بهذا العمل هذا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقدم نفسي الطاهر الكركري مدير مركز تصفيه الكلى في ميدار. كما يعلم الجميع ان مركز تصفيه الكلى ازيد من 10 سنوات وهو يقدم خدمات جليله للمرضى، حيث يستقطب من المرضى من كل اقليم، وعدد المرضى قلت يتفوق يتجاوز ازيد من 90 مريض. التصفيه يستفيدون التصفيه مجانا، ويستفيدون كذلك من مختلف الادويه سواء ادويه الدم او ادويه مختلفه اخرى. الحمد لله كل شيء، الخدمات متوفره في هذا المركز، يقدم خدمات على احسن ما يرام. كما ان المركز يقدم ازيد من 9000 حصه في السنه، وهذا العدد كبير جدا. لكن رغم ان الامور على احسن ما يرام وكل شيء على احسن ما يرام، تبقى بعض الجهات التي تشوش عن هذه الخدمات وتريد يعني ان تقوم بنوع من الزوبعه، ولكن الحق يبقى حق. الحمد لله كل شيء خدام مزيان، كل شيء ماشي مزيان، ونتمناو ان شاء الله وكاين الخير القدام افضل وافضل ان شاء الله، وكل شيء غادي يكون على ما يرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.